الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي رغدة. أهلا بك عمرو، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية مياه البحر بالتكامل مع منظومة إدارة المياه. اتفاق مصري روسي على إنجاز المشروعات الاستثمارية المشتركة، خاصة محطة الضبعة وإقامة منطقة صناعية روسية في مصر. الآن بالتفصيل من القاهرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر. صرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة، وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وبالشراكة مع الخبرات العالمية، وذلك بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة. أكد وزير الخارجية سامح شكري الاتفاق مع الجانب الروسي على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة النووية والتبادل التجاري والسياحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظير الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو. كما أكد وزير الخارجية ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبي يحفظ حقوق جميع الأطراف. من جانب أكد لافروف الاتفاق على إنجاز المشروعات مع مصر، خاصة محطة الضبعة. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة الروسية موسكو، تبادل فيه الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك كنموذج للعلاقات التبادلية المثمرة. العمل على تفعيل مجالات التعاون الثنائي، وهي مجالات في الحقيقة كبيرة ولها تعود بمصالح مشتركة على الطرفين، وتعد مثل للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبعة النووية أو في المنطقة الصناعية أو في تعزيز حركة السياحة إلى المقاصد السياحية المصرية. المؤتمر الصحفي تطرق أيضا للقضايا الدولية والإقليمية المستمرة وضرورة تسوية الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبخاصة الأزمة الليبية وكيفية تقديم المساعدة للشعب الليبي، حيث أكد لافروف دعمه للانتخابات الليبية وضرورة سحب القوات الأجنبية. تبادلنا الآراء أيضا حول الوضع في ليبيا وإجراء الانتخابات في ليبيا، ونحن ندعم عملية الانتخابات وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة الموحدة. ولدينا موقف واحد تجاه سحب القوات الأجنبية، والتي يجب أن تتم على مراحل وبشكل متناغم وتدريجي. وأكدنا أيضا على دور البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في ليبيا وتسوية وضمان العمل لهذه المنظمة على الأرض. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد شكري ضرورة العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم حل الدولتين، كما أكد حرص مصر على خروج سوريا من أزمتها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النطاق والأمن القومي العربي. أهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، توفر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية،
وسوف نستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تطلع مصر بالدور الرئيسي إزائها. كذلك تحدثنا حول الأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية. وحول قضية سد النهضة، توجه وزير الخارجية بالشكر إلى روسيا على دعمها في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يحفظ حقوق جميع الأطراف. يتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن، ونتطلع أن يستمر التعاون فيما بيننا في هذا الصدد، نظرا لطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها، وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف. ليؤكد اللقاء والمؤتمر الصحفي أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتنسيق المستمر فيما بينهم فيما يخص العلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط. سارة متولي، التلفزيون المصري. كان وزير الخارجية قد التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في مستهل زيارته الحالية لموسكو، وخلال اللقاء سلم شكري رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. كما شهد اللقاء تأكيد على أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات، حيث بحث شكري ولافروف العلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لا تدخر وسعا في الدفع بالمواقف الإفريقية حول قضايا التغير المناخي، متقدما بالشكر على ثقة الدول الإفريقية في أن تستضيف مصر الاجتماع 27 للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي نيابة عن إفريقيا. كذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد عبر تقنية الاجتماع عن بعد، ونوى مدبولي بالجهود المصرية على مدار الأعوام الماضية لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الإفريقية، التي كان من بينها ترأس مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ ولمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015-2016، علاوة على ما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مركز التميز حول مكافحة التغير المناخي التابع للوكالة الإفريقية للتنمية أنيباد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد بنسبة 600%، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصروفات المدن الجامعية كما هي دون تطبيق أي زيادة عليها، وأنه في حال تطبيق أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية ستكون طفيفة وفق المعدلات الطبيعية للزيادات، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بمختلف الجامعات الحكومية. قال الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه لا يوجد ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات بكورونا خلال الأيام العشرة الماضية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهن، أشارت الوزيرة إلى أنه لا تعطيل للدراسة مع توفير لقاح لكل أعضاء العملية التعليمية. من جانبه قال السفير الأمريكي بالقاهرة إن الولايات المتحدة قدمت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى 60 دولة حول العالم في إطار مبادرة كوفاكس، مشيدا بالتعاون مع مصر في مجال مكافحة جائحة كورونا. خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، وجهت وزيرة الصحة الشكر للحكومة الأمريكية لدعمها لمصر بشحنات للقاح فايزر التي تصل إلى 1,600,000 جرعة، مشيرة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر للوصول بتلك الجرعات بشكل آمن للمواطن المصري بمحافظة مصر كافة. استلمنا على مدى الأسابيع اللي فاتت 64
تلاجة ماينس 70 أو ناقص 70 درجة، 64 بأحجام مختلفة، بدءا من استيعاب 350 ألف جرعة لغاية استيعاب 8000 جرعة، نشرناها في كل جمهورية مصر العربية، وده طبعا يأمن الجرعات. ولو أني برضو حب أقول أن مجرد أن احنا بنطلع الجرعة من الماينس أو ناقص 70 ممكن نحطها في التلاجة العادية لمدة 28 يوم قابلة للاستخدام في التلاجة العادية. فاحنا اتدربنا على ده وعندنا الكميات، هنستخدمه للأطفال أو للشباب تحت سنة 18 سنة وارد جدا، خاصة ان في اتجاه من السيد الرئيس ان احنا نبدأ لقاحات الشباب الثانوي. السفير الامريكي بمصر اشار الى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية مع دول العالم في مواجهة فيروس كورونا بدعم يصل لنحو 2 مليار دولار. الولايات المتحدة الامريكية قدمت نحو 100 مليون جرعة لاكثر من 60 دولة في العالم، منها 6 ملايين جرعة لمصر لمواجهة الجائحة، وأن أول شحنة من لقاحات فايزر مقدمة من الحكومة الأمريكية للشعب المصري تأتي على رأس 40 عاما من الدعم الصحي لمصر، ومصر تخطو خطوات ممنهجة جيدة لمواجهة فيروس كورونا. الوزيرة أكدت استقرار الوضع الوبائي في مصر، مؤكدة بعدم تأجيل أو توقف العمليات الدراسية نظرا للتوسع في عمليات التطعيم بين العاملين في قطاع الدراسة. كل العاملين في التربية والتعليم من أول المدرسين لغاية الإداريين وحتى العمال، احنا ادينا لقاح لحوالي 65% منهم لغاية دلوقتي أو 70%. بندعو الطلبة لأنه مش هيخش الحرم الجامعي من غير ما يكون واخد الفاكسين. لما ندي 100% من الطلبة و 100% من العاملين في التعليم العالي فاحنا بنحميهم كده، وكمان بنحمي أسرهم. فما فيش إن شاء الله ما فيش يعني ما بنتكلمش دلوقتي أبدا على إغلاقات أو تأجيل أو أي حاجة. إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا تتم على أرض الواقع بشكل ممنهج من قبل الدولة المصرية، هدفها مأمونية وسلامة المواطن المصري بمواجهة المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أسماء أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما اختارت اللجنة العامة لمجلس النواب أعضاء لجنة القيم من المجلس في دور الانعقاد الثاني، وعددهم 14 عضوا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة رئيس لجنة شؤون الدستورية والتشريعية على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة. إذن الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق السادة الأعضاء، حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الدولة. اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة وحرصها على حمايتهم من كافة أشكال التنمر حدا بمجلس النواب. الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التعديلات المدخلة على القانون رقم 10 لسنة 2018 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة لتصل إلى غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال كان التنمر من شخصين أو أكثر، أو كان المتنمر من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه أو مسلما إليه بمقتضى القانون، فإن العقوبة تكون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين أو إحدى هاتين العقوبتين. المجلس وافق على مجموع مواد مشروع هذا القانون وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي. كما وافق المجلس على إحالة 8 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية أحالها المجلس إلى اللجان المختصة.
الموافقة طالت أيضا قرارا لرئيس الجمهورية يقضي باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الأمنية في شبه جزيرة سيناء حفاظا على الأمن القومي للبلاد. موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بهدف تغليظ العقوبة على كل من يتنمر على أي من هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من بطش هذا أو ذاك، كما أن موافقة المجلس على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات تأتي بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية. المجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شباب العالم أن يقفوا بالمرصاد أمام أي شيء يضر بالبيئة ويفاقم أزمة المناخ. جاء ذلك خلال كلمة شيخ الأزهر في قمة قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم في روما. نتابع. بعد أيام قلائل من الخضوع للعلاج الطبيعي، توجه شيخ الأزهر الشريف للعاصمة الإيطالية روما، مشاركة مهمة مع البابا فرانسيس ليترأس قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم. وأتت كلمة فضيلة الإمام في قمة المناخ لتكون شارحة لتعاليم الإسلام وحث الناس على العناية بمتنوعات البيئة والتعامل مع مفرداتها بدقة وحرص شديد. أن الإسلام لا ينظر إلى الوجود المادي الساكن نظرته لكائنات ميتة لا وعي لها ولا إدراك، بل على العكس ينظر إليها وإلى عوالم هذا الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد بحسبانها موجودات حية تعبد الله وتسبحه في لغة لا يفقهها الإنسان. وسرد فضيلة الإمام الأكبر ثلاثة حقائق أقرها الإسلام، بدأت بأن موجودات الكون حية ولها قيمتها في النظام البيئي، وثانيها أن الله أصلح الأرض وهيأها للبشر لمنفعتهم العامة، وثالثها أن الله حذر بشدة من الإفساد في الأرض. ومن هذه الحقائق الثلاث يتبين في وضوح أن الله استأمن الإنسان على الأرض وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق. واختتم فضيلة الإمام الأكبر حديثه بتوجيه رسالة للبشرية بتحمل مسؤوليتها نحو أزمة المناخ. وأدعو إخوتي وزملائي علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة، وأعتقد أنهم بما يتمتعون به من تأثير روحي في كافة الأوساط حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعي الديني بأبعاد هذه الأزمة. مؤتمر عالمي كونه يمهد طريق المناخ برسائل قوية تنير عقول الأمم المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ 26. حماد العربي، التلفزيون المصري. استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة حاليا. بحث الوزيران الإجراءات الخاصة بوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن. أكد الملا أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي أكثر منه تجاري في إطار دعم مصر للبنان الشقيق لحل مشكلة الطاقة لديه. من جانب أعرب الوزير اللبناني عن تقديره لدعم مصر لبلاده، مشيرا إلى أن إمداد الغاز الطبيعي المصري يعتبر حجر الأساس في المساهمة في حل مشكلة الطاقة في لبنان. أعلن محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تهدف في العام الحالي لإنفاق 250 مليار جنيه من إجمالي 700 مليار جنيه مخصصة لمشروع حياة كريمة. وكشف معيط خلال لقائه بالمحررين الاقتصاديين خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة من بعض التحديات التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة نتيجة لبعض مشاكل صناعة السيارات عالميا، لكنه في نفس الوقت أكد توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المبادرة. نتابع.
باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه تنفذ الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير حياة أبناء القرى وتوفير خدمات مناسبة لهم. دكتور محمد معيط وزير المالية وخلال حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين أعلن أن هذا المشروع من أفضل البرامج التنموية حول العالم، حيث يتم من خلاله تنفيذ الآلاف من المشروعات الخدمية والتنموية بسواعد مصرية، مما يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير الآلاف من فرص العمل. احنا السنة دي مستهدفين حوالين 250 مليار انفاق في منظومة حياة كريم، مشروع ضخم شغال على الأرض. احنا ان شاء الله باذن الله متفائلين انه في خلال 3 لـ4 سنوات ننجز هذا المشروع الضخم. المشروع الضخم ده بيغير حياة اكتر من 50 مليون مصري. وزير المالية استعرض ايضا تطورات مبادرة احلال وتجديد السيارات المتقدمة واستبدالها باخرى جديدة تعمل بالغاز. مشروع شغال لكن في تحدي ضخم جدا، العالم كله في حالة اضطراب مأثرة على بعض مكونات السيارات اللي هي لازم واحنا بنستوردها، وبالتالي مأثره يعني اللي هو بيسموه السيمي كوندكتور او الشيبس الصغيره دي اللي هي بتبقى مهمه جدا لصناعه السيارات، مأثره على القدره الانتاجيه للشركات في مصر، وبالتالي عامله مشكله مع الطالبين للسيارات. لكن المشروع شغال، احنا كدوله الاعتمادات الماليه اللازمه اللي هي حوالي 2.5 مليار جنيه عشان ندعم التحول دوت وان الناس تشتري سيارات جديده تعمل بالغاز الطبيعي، احنا يعني موجودة الاعتمادات وموجودة الفلوس وكل اللي بتطلع العربيات وجاهزة بندفع. تفاوضنا مع عدد كبير من الشركاء من البنوك ومن شركات التأمين ومن غيرها من الشركات ان احنا نوفر له وسيلة تمويل رخيصة طويلة المدى، ونوفر له تأمين لو لا قدر الله حصل أي حاجة، تأمين على الحوادث، تأمين على الحياة، بحيث إنه يبقى عنده قدر من الاستقرار النفسي وعنده قدر من الأمور. فالحمد لله الأمور ماشية كويس. يمكن الصعوبة اللي بتقابلنا الوحيدة في الأمر مش الرغبة ولا القدرة المالية ولا توفر التمويل، إنه في مشاكل في صناعة السيارات عالميا. ملفات اقتصادية متعددة طرحت خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بتعم هيئة المعونة الأمريكية، وفي مقدماتها بدء التشغيل الإلزامي للتسجيل المسبق لشحنات ACI ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي وهيكلة منظومة الضرائب. لمياء موافي، التلفزيون المصري. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. تبع السيد رئيس الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، واطلع على سير بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن التصميمات داخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة وشبكة طرق الصعيد، حيث وجه رئيس السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد. كما وجه رئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها لاستيعاب حركة المواطنين. كما تبع السيد رئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العلمين الدولي. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الحرص على إيجاد آليات جديدة للرقابة والمتابعة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة، وخلال لقائه مع وفد من شركة انفرواديت المتخصصة في مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات، أكد أن الوزارة تعمل على التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان نجاح المنظومة وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة. مسبيرو.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.